أحببناها نحن وهم سئموا من مشاقتها ومعاناتها. هي مدينة لا طالما سمعنا عنها أقاويل وكلام، ويا ليت للكلام تعبير لما بداخل هذه القرية. باب برد، يقصدها كل من أراد السكينة ومن أراد استنشاق هواء تقشعر له الأبدان. طبيعة، مناظر، هواء، كل ما يحتاجه أصحاب العمل الدؤوب لتكسير ما يسمى بالروتين. إلا أنها لا تخلو من مشاكل عويصة وصعبة المنال. هذا هو حال ساكنة باب برد. كثر عليها القيل والقال، وانتشرت الإشاعات بين سكان المغرب بأن باب برد واكتامة وبعد الدواوير المجاورة لهم دخل اقتصادي كبير من نبتة مجهولة الأصل. لكن لسوء الحظ هذه الأخيرة تربعت عليها مجموعة من الإشاعات التي ليس لها أساس ولا أصل ولا معنى، ومن أتيحت له الفرصة ليزورها سيقدر بالأحرى ظروفها المعيشية لدى الساكنة، حيث أن هناك أماكن متميزة للسياحة والترفيه والراحة والتأمل واستقرارا نفسيا وآهن على حالك أيتها القرية. نعم، جملة لا مكان لها، لكن تعبر عن وضعية تنموية مغربية. في نشاطنا هذا سنتعرف عن الوضعية اللوجستيكية والظروف الاجتماعية والأزمات الاقتصادية، كما سنسلط الضوء عن كيفية تحضير نبتة لقبت بالجوهرة السوداء. مشاكل بالجملة، جلها أخذ منحا حرافي، غياب طريق سيار يخرج هذا الأخير من العزلة غير موجود. لا بل وأكثر من ذلك، هل هناك مخططات تنموية لدى الوزارة الوصية؟ دعونا من كل هذا الحديث لنلقي نظرة على ما مصير نساء حوامل لهذه المنطقة. وضع مؤلم للغاية، أرواح جلها تفقد يوميا في غياب بنى تحتية رئيسية من مستشفيات وطرق تقلل من متاعبهم. الأهم وبكل وضوح، هل من استراتيجيات تنموية تحولها من نقطة سوداء إلى معلمة سياحية بامتياز؟ هذه هي حكايات، خيارات بشرية تناقش، تباطؤ سياسي يناقش، وضعية مزرية تناقش، قرية عفوا مدينة مغربية تطرح أكثر من علامات استفهام تناقش. الحقيقة أيها العشاق، أنتم بناء على ما سبق وربما حسابيا وعلى الورق لن تدركوا ما الذي حدث على بلاد صال فيها الفقر وجال. دعونا من كل هذا الحشو لنلقي نظرة عن بعض مراحل تحضير نبتة يطلق عليها بالقنب الهندي في مصطلح يستنبط من قاموس اللغة العربية إن صح التعبير. هي نبتة أوهبها لنا الله كسائر النباتات، لها منافع كثيرة وأضرارها وخيمة. من نبتة تصنع لصنع الأدوية إلى أنها اخترقت النفق المظلم وتحولت من دواء إلى بلاء وداء يصيب الملايين من الشباب. تقلب الأرض ثم ترش البذور ثم تسقى إلى أن تحصد ثم تدق إلى أن تصبح جاهزة. أما لمن تباع ومن يشتريها ومن يستعملها هذا حديث آخر، وأعذارهم على النحو التالي: لديهم أرض غير قابلة للزراعة إلا لثلاثة أشهر من كل سنة، وأتمنة المواد الغذائية لديهم مرتفعة، وأي نبات آخر لن يعطي غلة مربحة. وهل هذه الأعذار كافية لقتل شباب وتحطيمهم وتشردهم؟ الأكيد لا،
وهل من أدمغة منقدة لهذه الظاهرة لإرجاعها للسكة الصحيحة؟ يقول قائلهم يجب منعها، يقول آخر على الدولة أن تضع استراتيجية، يقول آخر لماذا لا تستعمل في صنع الدواء فقط؟ يكثر القيل والقال ويحضر في ذهني سؤال: لماذا تخلفنا ونحن الأصل؟ وفي أصل الحكاية بداية، وعند معرفة البداية ستبتسم لكم الحكاية بأجمل نهاية.